أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ذكر أحاديث الفتن وتطبيقها على الواقع أو على الأحداث التي تحدث في هذا الزمان من منهج أهل السنة والجماعة، وما توجيهكم حيال ذلك؟ أما الجزم بأن هذا هو تفسيرها وهذا وقتها، هذا لا يجوز. أما أن يقال نخشى أن يكون هذا وقتها أو هذا تفسيرها، فلا بأس بذلك. نعم.